احنا قلنا غنمشيو للبرلمان الاوروبي وحنا مشينا ليه وباقي لنا جنيف ان شاء الله من بعدها وراه غنمشيو ليه كونوا متاكدين. شهر 8 الصيف اللي عطاونا وعود بان الامور غتحسن وهذه وقفنا حبسنا واذا بنا كنتفاجئوا بان كاين وعود كاذبه. طول العمر ردنا الجهاز لينا لان احنا ما بقينا صابرين، احنا تقهرنا في ديور الكره، تقهرنا في ديور الكره لواحد الدرجه ما تصورش. السلام عليكم، كنشكر قناة عبير على هذا الدعم اللي كدعمنا في الوقفات الاحتجاجية اللي هي مستمرة ديال الجزئة الثانية بمدينة القنيطرة، في مدخل مدينة القنيطرة. الجزئة الثانية هذه اللي دوزت 12 عام ديال التماطل، خدتها يعني العمران هي اللي ناهية خدتها هذه الشركة هذه مجمع السلالية، ودابا حنا كنتظروا باش يجهزوا لنا الناس هذو، تعطلوا علينا بزاف لواحد الدرجة اللي ناهية لا تصور. دابا كنطلبوا من المسؤولين يعني بركة كفى، يعني وصلنا واحد العديد من الوقفات، بزاف ديال الوقفات. حنا كنطلبوا المسؤولين بهذا المنبر هذه كنوجه المسؤولين الله يجازيكم بخير، فكونا هذا المشكل هذا، يعني بركه حنا بغينا تجهيز، يعني وصلت الدرجه حتى الاخوان في الجاليه المغربيه بغا يديروا وقفه في الجاليه المغربيه برلمان الاوروبي، يعني ما خصوش توصلوا خليوها توصل هذه الحاله لهذه الدرجه هذه، يعني من الاحسن حنا بغينا التفويت النهائي. هنا الملف ديال الثانيه واجد، الشركات اللي غيجهزوا واجدين، بالنسبه للراك حتى هي واجده، كلشي العقود كلشي مسنيه، باقي غير التفويت النهائي. يعني ما فهمناش شكون هذا خينا هذا اللي باغي يحبس التفويت النهائي، ما عرفناش. دابا حنا كنطلبوا من العمران الله يجازيها بخير، وانا عندي يقين بلي العمران غتخلص، باغا تخلص وباغا تجهز كذا. يعني المسؤولين اللي هم كيتماطلوا عليهم تيديروا من العراقيل ديال 1500 بقعه عطوها في الثانيه ديال الديور الصافح، راه لا يعقل. 12 عام وحنا في هذه الجزئه هذه وشاريين فيها الناس، وعاد عطيهم تعطي 1500 شقه ديال الديور الصافح، راه بزاف. ولهذا حنا كنطلبوا من سعاده العميل مدير الشؤون القرويه السي الحنكاري بحاولوا يدوزوا يفوتوا لنا هذا العقد هذا ديال التفويت النهائي، ويعطيو العمر ردوا الجهاز لنا، لان حنا ما بقينا صابرين، حنا تقهرنا في ديور الكره، تقهرنا في ديور الكره لواحد الدرجه ما تصورش. الاخوان هو معنا شحال دابا هذه من عام 20 انت شحال؟ انا شريت في 2012، هذه مده دابا ديال 14 سنه تقريبا، من 2012 وحنا من 2012 وحنا شاريين حنايا وكنتسناو. السيد دابا 2012 هو شاري وهو في ديور الكرا، شحال شريتي دابا استاذ؟ شحال شريتي؟ السلام عليكم، هذه من 2014 شريتي 10 سنين وحنا كننتظروا، وكل نهار كنسمعوا، كل وقت كيكون شي لقاء شي شكايه كنسمعوا راه قريب قريب قريب، من 12 سنه وحنا كنسمعوا قريب. يعني دابا ما بقيناش كنثقوا بالوعود الكاذبه الصراحه، الا كانت شي حاجه خصنا نشوفوا على ارض الواقع، نشوفوا التجهيز كيبدا. اما ساينو صافي راه قربات، درنا شكايه، درنا وقفه الاحتجاجيه، وصلنا للصوت ديالنا لجميع الجهات المسؤوله، وما عرفناش شنو المشكل كاين، واش كاين شي لوبي عقاري اللي باغي يقوم بعمليه السطو على هذه الارض هذه. وحنا كنقولوا كيف ما كانت هذه الجهه، راه ما حنا ما غنتفكوش مع الارض ديالنا، هذاك رزقنا هذاك ارضنا، يعني حتى شي واحد من هاد الناس اللي شارين راه ما غادي يتفك على الارض ديالو. يعني وهاد التماطل وهاد التاخير هذا، يعني راه ما عنده حتى جدوى، حنا ارضنا واخدينا، والناس هنا كل واحد وكيفاش كيقول كاين اللي كيعبر كيقول لك راه حنا نمشيو نبنيو في الارض ديالنا واخا باقي هكاك، ما مجهزاش ما والو، نحطوا فيها ونسكنوا لحقاش ما لقاو حتى شي حل اخر. درفعوا شكايات لجميع الجهات المسؤوله، للعماله، للوزاره الداخليه، للعمران، وحتى شي واحد ما كيقول لا، كيقول واخا واخا، ولكن في الحقيقه ما كاين حتى شي حاجه. 12 سنه وحنا كنسمعوا نفس الهضره وكنتمناو الطلب ديال التجهيز. حنا بغينا، حنا الطلب ديالنا هو التجهيز ببساطه، حنا بغينا التجهيز في اقرب وقت، يعني تسريع في التجهيز دابا لا للطماطول، يعني كلشي يبان، كلشي يعني ما بقاش عاد الانسان يزيد يطماطل عاد، يعني يكفي ذلك. كنتمناو من الله المسؤولين يستجبوا لهاد الناس وهاد المعاناه ديال هاد الناس اللي كيعانيو، لهاد الناس هادو ديال داخل الوطن ولا خارج الوطن، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوصل الفكره. وكنشكر القناه ديالكم خويا نبيل، السلام عليكم قناه عبير. السلام عليكم بعدا، وتنشكركم على هاد التغطيه هادي، اللي بغينا نوصلوه للمسؤولين، حنا نداءنا دابا الحالي
كنوجهوا للمسؤولين، تنقول لهم يا مسؤولين حنا راه قصدناكم، حنا راه ثلاث سنين دابا، ثلاث سنين غير ديال التواصل عندنا معاكم، وعطيتونا غير الوعود الكاذبه بمعنى الكلمه باش نحطوا النقط على الحروف، كانت وعود كاذبه. من بعد ما كنتوا انكم هدمتونا رجعتوني للارض، وهذا كان بواحد العمل ديال سيدنا الله ينصره ويخليه لينا، رجعتوا لينا الارض فعلا، ولكن راه ما قمتوش بالعمليه المهمه ديال التفويت، راه مدير الشؤون القرويه ما قامتش بعمليه ديال التفويت، ما فوتاتش الارض للعمران باش العمران تشرع في التجهيز، وهذا هو المشكل ديالنا هنايا، وهنا وقفتوا معنا، ما بقيت ما درتوا لينا حتى شي حاجه، وهذا هو اللي خلى الاخوان بالخارج يتحملوا المسؤوليه وانهم يخدموا وقفات ديالهم في الخارج، حنا راه ما باغيينش وقفه ديال الخارج وما باغيناهاش كاع، ما راضينش بها، ولكن راه اضطرينا، راه حنا مضطرين، اصبحنا مضطرين ان نطالبوا بالحقوق ديالنا خارج ارض الوطن. على وعسى على وعسى الناس هنايا هذوك اللي نايمين يفيقوا ويردوا لنا الارض ديالنا ويجهزوا لنا الارض ديالنا. حنا ما بقينا تنطالبوا بحتى شي حاجه، كنطالبوا مساله واحده الحاليه هي التفويت من مديريه الشؤون القرويه لمديريه العمران، هذا كل ما في الامر حاليا، وهذا البلون ا، وعندنا البلون بي والبلون سي، والبلون بي معروف راه غنوصلوا حتى لجنيف ان شاء الله بحول الله، راه حنا قلنا غنمشيو للبرلمان الاوروبي وحنا مشينا ليه، وباقي لنا جنيف ان شاء الله من بعدها، وراه غنمشيو ليه كونوا متاكدين، واخر واحد اللي غيعطينا الارض ديالنا راه هو سيدنا، حنا الامل ديالنا بالله سبحانه وتعالى وبسيدنا نصره الله واطال له عمره، هذا كل ما في الامر. السلام عليكم. اخوان هذه المظاهره هذه كنديروا هذه في واحد مده لا تقل عن ثلاث سنوات، حنا في المظاهرات من بعد عطاونا شي وعود واحد الوقيته شهر 8 الصيف اللي بعد عطاونا وعود بان الامور غتحسن، وهذه وقفنا حبسنا، واذا بنا كنتفاجئوا بان كاين وعود كاذبه حتى لحد الان. اخر مره زياره المدير ديال العمره هنا كانت شهر 10 العام 2023، وعدنا قال لك الاخر ديال العام 2023 يبدا التجهيز، واذا بنا رحنا في شهر 2 دابا شهر 3 بدا وباقي التجهيز باقي ما كاين حتى حاجه الا الوعود الكاذبه. دونك بهذا المنبر هذا كنطلب من السيد العامل، لانه هو اول واحد هو السيمور جلاله الملك هنا على مدينه القنيطره، كنطلبوا منه سي الحنكاري باش يحلوا هذا المشكل الثاني اللي طال امدها 12 سنه والناس راه معذبه، العذاب شديد، كاين الناس كيف دور الكراء، كاين الناس بمشاكل كثيره سبت لهم هذه المشاكل ديال الثانيه هذه. دونك كنطلبوا من السيد العامل والسيد الحنكاري باش يوقعوا على العقد النهائي ديال التجزئه باش دوزوا لعمران، لقاش عمران باقي ما عنده والو هسه هذه، اللي كان على حسب المعلومات اللي عندي انايا بان العمره باقي ما عندهاش هذه حتى حاجه، باقي الشؤون القرويه اللي شاده الوريقات، العقد النهائي باقي ما وصفتوش تفويت نهائي. دونك حنا كنطلبوا مدير العمران مدير ديال الشؤون القرويه والسيد العامل ويدخلوا فورا باش يحلوا هذا المشكل هذا، وإلا ما حلوناش هذا المشكل حنا باقينا هنايا كل اسبوع، ويمكن غنصعدوا واحده في وقفه في الاحد وقفه وسط الاسبوع ونقدروا نطلعوا نديروا وقفه في الرباط ميم، وكاين اخوان في الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج راهم خدامين راهم في 7 شهر في الشهر هذا عندهم وقفه. دونك حنا كنساندوا من الجهه من هنايا وكنساندونا هما من تما، دونك حنا الطلبات ديالنا الا ما خرجوناش الارض الثانيه وكنشوفوا بعينينا كتجهز راه ما كاينش وقوف، ما غنوقفوش لا برا ولا في الداخل، وهذا هو الهدف. هاد الاحتجاجات دائما هاد الاحتجاجات كنديروها على حسب الثانيه اللي في مدينه القنيطره، وهاد الناس هادو من 2012 وهما مساكن حتى 2024 وهما كيتعذبوا وكيتالموا باش يديروا السكن ديالهم باش يعيشوا مع وليداتهم ويديروا السكن ويستقروا. دابا عندهم هاد المشاكل، كنتمنى تكون اذن صاغيه لهاد السلطات باش يحلوا لهم المشاكل ديالهم. كاينين الناس اللي تعذبوا وتكرفصوا في الكرا وباقيين كيتسناوا الحقوق ديالهم، وحنا بلد حق القانون، وكنتمنوا من المسؤولين تكون عندهم اذن صاغيه وزاره الخارجيه، وكنعطيو لهاد النداء هذا باش يحلوا لنا هذا المشكل في اسرع وقت ويخفوا علينا هذا الحمل اللي تكرفصنا فيه بزاف من 2012 ل 2024، وكنتمناو باش نسكنوا مع وليداتنا ونتهناو من الكرا ونكونوا مواطنين حتى حنا كنفرحوا في هذه البلاد العزيزه
بلد الحق والقانون، وكنت نترجوا من صاحب الجلاله ومن وزاره الخارجيه تلقى لهاد الناس الحل ديالهم، وتلقى لهم شي حل منطقي من اللي واقع ما بين القراويه ووزاره الداخليه باش تسلموا العمران باش الناس هاد الناس يحلوا المشاكل ديالهم. هاد الناس راه مكرفسين ومعذبين وبغين يستقروا بحال اي ناس، يديروا تاهما محلات ديالهم ويعيشوا مع ولادهم في امان، ولكن كنتمنى من الله يكونوا شي حلول للسلطه تحل المشكل لهاد الناس هادو. وتعرف هاد الاحتجاجات راه احتجاجات الناس كتعذب باش ياخذوا اراضيهم ويستقروا مع وليداتهم، وكنتمنى من الله يكون شي خير ان شاء الله، هاد السلطه تكون عندها شي اذن صاغيه باش تحل المشاكل لهاد الناس. يا ربي امين.